بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتكلم عن ذكرياتنا في كأس رئيس الدولة في مباراة الشباب، نادي الشباب العربي، المباراة اللي كانت في ملعبنا اللي فزنا فيها في ضربات الجزاء. المباراة هذه كانت مباراة جدا جدا صعبة، كونها ديربي وفريق الشباب كان من أصعب الفرق في دورينا، فريق كبير، فريق صعب جدا، كان منافس على الدوري من المراكز الأربع الأولى كان، وكان أيضا في البطولة الخليجية متواجد. كان جدا صعبة، كان الجمهور على أعصابه، ولكن ولله الحمد فريقنا كان قدها، وكان فريقنا بعد صعب، واللاعبين كانوا متعاونين مع بعض للوصول للهدف وهو كأس رئيس الدولة، ولله الحمد تخطينا هذه العقبة الصعبة. طبعا هذا الجول ما راح انساه، انا اذكر كنت جالس في المنصه لما هولمان سجل هذا الجول، وكان احتفال يعني هستيري لجماهيرنا، لان كأن اقتربنا خلاص للبطوله الغاليه اللي كانت غايبه علينا. يعني خلاص احنا اعتبرنا نفسنا ابطال من بعد هذا الهدف، لان البطوله قربت، كانت خطوه واحده، والحمد لله يعني الحمد لله توفقنا وتوفق هولمان. طبعا بعد ما وصلنا لضربات الجزاء احنا كنا واثقين كل الثقة حارسنا احمد شامبير، حارس مثل ما اقول لك له قيمته خصوصا في ضربات الجزاء، حارس متمكن، يعتبر افضل حارس في ضربات الجزاء في الامارات. ثقتنا كبيرة بهذا اللاعب في مباراة الشباب، صد كرتين، كانت عندنا الثقة كبيرة بهذا اللاعب، ولله الحمد توفق إلى أن وصلنا النهائي، وأيضا كانت له كلمة في النهائي في صد ضربات الجزاء. رسالتي إلى لاعبين النصر، أنتوا قدها وأنتوا قادرين، هذه البطولة هدف رئيسي لكم وللجمهور، أنتوا قادرين تسعدون الجمهور، إحنا واثقين فيكم وفي إمكانياتكم، قادرين تتخطون أي فريق، قادرين تحققون الانتصار واحراز هذه البطوله، وانتم قدها ونحن معاكم ان شاء الله. رسالتي لجمهور النصر، جمهور النصر الكبير، جمهور النصر العريق، جمهور النصر الوفي، المباراه القادمه مباراه مهمه تحتاج وقفتكم وهمتكم، فحضوركم مهم يوم الاربعاء ان شاء الله.